قدمت إلى مكة حاجا حج تمتع، فلما وصلت إلى مكة وقبل طواف العمرة قلبت نسكي إلى إفراد، فهل ما فعلته جائز؟ لا، تمتع ما يتحول إلى إفراد، يمكن يتحول إلى قران، يمكن يتحول إلى قران، كما تحول إحرام عائشة من تمتع إلى قران، يمكن يتحول إلى قران، ما في مانع قبل أن تشرع في طواف العمرة. أما أنك تحوله إلى إفراد، لا، ما يجوز هذا.